ان يعني الطلب ولا الشفيعه خاصه تكون مقبوله يعني من الشكل من حيث الشكل ولا من حيث المضمون. كنعرفوا ان المواطنين يعني باقي ما عارفينش كيفاش يقدموا واحد الطلب ولا واحد الشكايه يعني مجهزه او لا يعني مملوءه بطريقه صحيحه من حيث الشكل من حيث المضمون. ريتما حبذا لو يعني كنا هناك جمعيات اللي كتمثل المجتمع المدني يعني دار شي تكوينات بحال هكا اعضاء الجمعيات واللي كيمثلوا المجتمع المدني هما يكونوا كواسط ما بين الجماعه الترابيه وما بين المواطنين ف باش يوصلوا هذيك الطريقه ديال كيفيه تقديم الشكايه ولا الطلب للجماعه الترابيه بشكل صحيح. هذا هو السؤال. شكرا.